اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. واحنا بنتفرج على الاهداف، الاهداف اللي انت جبتها دي كلها هي اهداف كلها غير تقليديه، لازم بيبقى فيها مهاره. احلى هدف بالنسبه لك انت بقى، او اقرب هدف بالنسبه لك كبيرسي تاو اسماعيلي محله ايه؟ I love to think about it. علي أن أفكر، ولكن أعتقد أن الهدف الأول بالتأكيد وأن أبدأ مع نادي جديد هو الهدف الأول. أعتقد أن دي الإجابة النموذجية، يعني أنا كنت متخيل أن أنت هتقول كده، لأنه في أهداف أحلى من الهدف الأول، ولكن الهدف الأول دايما بيكون الأقرب لأي لاعب. نعم بالتأكيد الهدف الأول يعطيك ثقة في الفريق، وأيضا يأخذ من على كاهلك المشاكل أو الإحساس بأنك في مع فريق جديد، وتشعر بثقة أكبر لأن تحرز الثاني وأن تذهب إلى المباراة التالية. وبالتأكيد الهدف الأول هو الأهم بالنسبة لي. الهدف الأول دايما بيكون الأهم، ولكن الهدف الأحلى بقى بالنسبة للأحلى انت فاكر الاجوان طبعا، يعني احنا لسه ما بقوش كتير، بس يعني المحله اجينست نعم ضد المحله، يعني اعتقد ان الجو الهدف الثاني في المباراه، لان انا ضاع مني هدف في نفس الموقع، وكان علي ان اصحح هذا الخطا، وكانت هناك كره حصلت عليها في نفس الموقع، وفي المحاوله الثانيه كان علي ان اتاكد من اني ساحرز هذا الهدف.